انت لما تشتغل مع مدير، انا اهم شيء لما اشتغل مع المدير اشوف نقاط قوته ونقاط ضعفه، عندي شغله وايد مهمه، فاركز على نقاط قوته وضعفه، فبعد فتره خلاص نقاط قوته اتركها خليه يتصرف فيها، ولما اشوف نقاط ضعفه اركز ان انظر في نقاط ضعفه هذه، اعرفه هذا رجل مثلا ضعيف في الارقام، او هذا ضعيف مثلا في التسويق، فاركز على نقاط حتى اوجهها. الحاجه ام الاختراع، عندما يزيد عليك الشغل واللود لازم تنظم امورك، فتعين مساعدين، تجيب مدراء متخصصين تعطيهم الصلاحيات وتنظم وقتك. وانا بالنسبه لي اهم حاجه في تنظيم وقتي هي اعطاء الوقت الكافي للعائله وللاولاد وللاهل، في زيارات اجازات، ما احب اجازات طويله انما اجازات قصيره، لكن قضاء وقت ممتع معهم. دائما الشركات تواجه تحديات كل كذا سنة، والحمد لله في سوق العقار ما في نقص في التحديات، فاليوم نحن كل همنا في بناء، الحمد لله بنينا قاعدة قوية من الإدارة، وأهم شيء في شركات العقار الإدارة. طبعا الأموال مهمة وطريقة إدارة الكاش فلو جدا مهمة في شركات العقارات، ونحن نفتخر اليوم بأننا في سنة 2018 وسنة 2019 نحن أقوى شركة ماليا في منطقة الشرق الأوسط. نحن رقم واحد في منطقة الشرق الأوسط من ناحية الكفاءة المالية، نمتلك أكثر من 6.5 إلى 7 مليار درهم فقط في حسابات الشركة اليوم كاش. اوكي، هاي تعطينا قوة ميزانية، ولا توجد شركة واحدة عقارية تنافسنا في من ناحية الملاءة المالية. اقتراض زايد مثل الأكل الزايد سيء. أهم شيء الإنسان يؤمن بربه وربك يوفق. رقم اثنين، ما في طريق آخر غير العمل الجاد والمثابرة. أما هذا اللي يقول لك أنا شاطر وأنا ممكن أشتغل 6 ساعات في اليوم وأسوي نفس النتيجة، هذا كلام غير موجود. النجاح يتطلب ساعات عمل طويلة، ويتطلب مثابرة، ويتطلب دخول بتفاصيل، وباجي الله يوفقك.